تقف على قدميها شاكية حالها إلى ربها ظلم السنون. الجدة المعمرة الصالحة من قرية أم العقارب زوجة الشهيد الأسير. راجلي راهو شهيد ونقعد تندور من البلاصة لبلاصة. ليلة نبيت عند ذاك عند ذاك تعبانة وراس البيض. ياما ما عطوكش السكنة؟ ما عطونيش ما يعطونيش ما عطونيش. سكن الناس القصور والدور، وآخرون اندثروا في القبور، وزوجة الشهيد لا تزال وابنتها ما بين سكن للكراء وآخر تدور. راني من 2000 وانا نكري من البلاصة لبلاصة، راني خرهت، راني عييت، راني عييت، راني عييت، تهزني الفاضة. يتحدث الناس عن بيتها الذي مر به قادة وسادة، إبان ثورة التحرير. الشيادلي بن جديد تعشوا في دارنا مع بابا الشهيد الله يرحمه، والعساني ورابع وعمارة بقليس دول العشان تيحم فسكوا دون تيحم وطلعوا للجبل مع بابا الله يرحمه. هذه الأرملة اللي تعانت معاناة كبيرة في هذا في ظل الاستقلال. ربون ربي يشفيك، أعطينا سكينة ندرقوا فيها روسنا ورايك برا أحياء الدنيا. زوجة الشهيد وابنتها أمانة الأجيال، والسكن حق لهما، فهل يتحرك من له ضمير؟